أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية كامامبو أسوان بقدرة 200 ميجا وات من خلال شركة أكوا باور. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة. قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستين بيرجر إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عكس حرص الجانب الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر. أضاف أن المؤتمر استهدف تعزيز التعاون خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى الكوميسا للاستثمار في تونس، واستعرضت الهيئة الجهود التي قامت بها مصر لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعاً بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات بلغت نحو 4,400,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,891,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 73% ليغلق عند مستوى 27,969 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 86% ليغلق عند مستوى 6,247 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 96% ليغلق عند مستوى 9,071 نقطة. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات نمو كبير في استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبك بلس للإنتاج في الربع الثالث من عام 2024. صعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.5% إلى 85 دولار و42 سنت للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غاب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 53% إلى 81 دولار و97 سنت للبرميل. تواصل وزارة السياحة والأثار متابعة مؤشرات وأرقام حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. جاء ذلك خلال تقرير مفصل أوضح أنه تم تحقيق أرقام قياسية تتجاوز المستويات السابقة. كما لفت التقرير إلى وصول أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال هذه الفترة إلى 7,069,000 سائح بإجمالي 70,200,000 ليلة سياحية بإيرادات بلغت نحو 6,600,000,000 دولار. عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو الماضي. أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي انخفاض التضخم إلى 2.5%. ويولي الاقتصاديون اهتماما بتقرير التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو الذي يصدر قبل بيانات أسعار المستهلكين في التكتل والمتوقع نشرها غداً.